ورجعنا في خليها علينا العاشرة وثلاثة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. قلت لكم كونو اليوم خليها علينا اكسبسيونيل الحقيقة بالنور لازم يعني بيه. ان شاء الله ديما هكا منورين وان شاء الله ديما هكا فرحانين. النور يجينا من عند مدام نزيهة الرزقي ولدها محمد ريان الماتوسي. قبل هذا الكل مرحبا بك مدام نزيهة. عسلامة. مرحبا بكم. وبصراحة انا عاجة باش نتكلم. اول حاجة باش نشكر هالشعب الكريم. ما فماش لا اسلامي ولا اعلامي ولا نهضاوي اختي جنقل. الكلهم دمهم ريزوس بوزيتيف. الكلنا طلعنا دم واحد. هب للناس الكل. تليفون يضرب عليا. ناس سألت فيا. انا في بالي كان محمد ريان وخالد يحبوني. تفاجأت. صحيح انا تحطمت وصلت ما عادش عندي ثقة في حتى حد. لكن عندي جماعتين اني راجعت فيا الروح. علاش فما ناس سألت فيا بالحق هما عندهم حشاكم همومهم كيفي انا ولا هين في ما تصوروش في بالكم وتفكروني الناس الكل وما نساني حتى حد. انا فضلي الكبير نشكر يا ربي نشكرك انت قبل ونشكر كامش جوهر افيم. مانيش وحدي في البرنامج حتى حد. جوهر افيم كامش هي ما يسمعني حتى حد. وقفت معايا الناس الكل. الناس الكل ما نعرفش هب وهبه واحده ما كانوش يمشيوا بإعاز بمعنى بتعليمات بأوامر. مشيوا بما يملي ضميرهم وبالواقع خاطر حسوا بيا انا صحيحه. اللي يعرف نزاهه نترجاكم. كان عنده ما يعقب كلامي مش صحيح يتدخل ويتكلم. نترجاكم بالله بالله بالله. انتم ما سميتوني المراه المناضله وصحيح مازلت انا مراه مناضله بالطبيعه. مدام وحده من اللي عمرها 9 سنين وهي تناضل. طفولتها ناضلت. في الثانوي ناضلت. مشيت خدمه تناضلت. تعذبت في الخدمه ما صح لها شيء. في الاخر انسان يكون عنده مكانه في المجتمع سامحوني ومن بعد حاشيكم يقعد من الحثاله ما يتلفت له حتى حد. وكلها وعود وبكلها كارت فيزيت ما ريت حتى شيء. انا ما طلبت شيء. طلبت انهم نخدم بحدا وليداتي حتى الدينار في الدار. هذوما اكيد الناس كل تعرفك يا نزيه من المحيط القريب والناس كل تشهد لك اللهم صل على النبي بالاخلاق العاليه وبالوليداتك ما شاء الله عليهم. محمد ريان بحذايا خلينا نكلموه. ها سلموا عليه. السلام عليكم. السلام. شحوالك محمد ريان؟ والله لاباس الحمد لله تبارك الله عليك. قد عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين رجال هكا ما شاء الله. ها في القسم تقرا؟ خامسة. ما تقراش اليوم؟ لا شنو كريب؟ مش قريب. مالا نقرا من 10 ونص نهار. انا في الكوتيزاسيون. مرحبا بيك. موالي 3 و5 نقرا. اي باهي تخي بيان. مالا نسلموا على انيستي وعلى زملائك الكل في القسم. وخالد ولدك زاد؟ خالد ولدي زاد يقرا في السنه الثامنه في المعهد الكوليج بيلوت نتاع سوسه. زاد مصلي على النبي عليه ربايه واخلاق وعقل. هذاك اللي رزقني بهم ربي. هذوكم ما نعرفش باش نقول. نتمنى كل ام عندها زوج وليدات كيفي انا مش على حاجه على العقل. يوصل ولدك يخدم عليك وما يشنقطش. يخدم عليك وما يخرجش من الدار. يوصل ولدك يخدم عليك بطريقه يجيب لك فرانك الحلال وما يخرجش من الدار. يوصل ولدك يكون مقتنع يقول لك يا ماما بالله يا ماما بالله يا ماما بالله يا ماما كل معانا يا ماما شفيك ما تاكلش كل حاجه. تحس ولدك صحيح. تحس ولدك. هذوك هما الزوز النوارات اللي عندي. انا شد روحي مانيش باش نبكي. لا احنا قلنا غير بوع من غير بكاء. خلينا نرجعوا للاسبوعين التالي. شنو عدينا وقت اللي كلمناك في التليفون؟ شنو كان المطلب الوحيد نتاعك يا نزيهه؟ نذكروا في سكونديت شنو قلت وقتها وبعد نرجعوا. وذر ماكش وحدك نزيه. ذرت ماكش وحدك. انت توا قعدت تسمع في الكلام ومشيت لعالم اخر. ماكش وحدك نزيه. اللهم صل على النبي. مباشره بعد ما تعدل اللي مو هذايا التليفونات اللي جات ما نحكيلكش. برشا ناس الحقيقه برشا ناس تفاعلت مع الحاله نتاعك. لا شيء للصدق الموجود في كلامك. وكما قلنا سابقا كونه مش اي حاله مش اي انسان ينجم يتكلم ويقول عاونوني. لانه انت كما قلت صعيب اصلا القوله هذايا. لكن انت قلتها اللي موجب كبير اللي هو صغيرتك معناها ليل نرجس اختي. انا من اصلي نحب السلم الترتيبي تاع المراني القانون والنظام. لكن مره هذه كنت فوضويه شوي. قولها ما يسالش انت شو كنت. حكم كنت عسكريه. قول كنت عسكريه. كنت تدافع على البلاد. خدمت بلادي ملي عمري 17 سنه. عزي مشي مع الرئيس بورقيبه الله يرحمه. كنت نهار 24 جوان نمشي والعوينه
نعملوا في الديفيلي ومن بعد يعطينا نمشي وننقز ونعملوا ستاج برا، ومن بعد نصف نهار نفطروا يعطيونا تبديله جديده ونمشي ونعمل انا 17 بنيه تشريفات رئاسيه. لك القصر هذاك نمشيو في الليل تجي رؤسيه وتجي شخصيات تجي مع برقيبه، كنا نعملوا تشريفات رئاسيه. من بعد شو صار؟ كنت من بعد كيف العهد الاخر خدمت عامين ثلاثه، وبعد تشوكيت تظلمت برشا، نجي نتكلم ما نجمش نتكلم، وصلوا مره درسولي حتى صديق في الخدمه، تضربت بالماء فرق، كانوا يضربوا ناس من عرشك التونو يدي شبه للبوليسيك البلوغري في تونس في قدام الولاية بتاع تونس، تضربت بالماء فرق لما الشرطة دخلونا الكهرباء، وصلت معناتها وصلت في مواقف نجمش نحكي فيها اليوم، تظلمت نجيب باش نتكلم عن ضعفي نقول يا ليتني ما مشيت له، كتمت دايا فردية وسكت وتظلمت وتحطمت، تعبت وكنت ساكتة، كنت لسان كتوم ودمع النموم ما نتكلمش ديما ساكتة. نزيه هذا ملف كبير زي ما نخصوله برنامج اخر. أيه. يعني اليوم جينا باش نكرموك ما جيناش باش حبينا فقط نعطيه الجانب الاخر نزيها، لانه هذا ملف بالمجد كبير برشا، لانه كما طلبت إعانة صغيراتك وباذن الله مش تخرج منها فرحانة، لازمك تدافع على حقك زيدا، وك الدموع هذيك لازمها تتنحى، وك الغصه اللي في قلبك ما عادش تكتمها، لانه مشى وقت كتمين الغصه ومشى وقت الغصه، معناها توا اللي عنده حق خاصه كيف انت تدافع على البلاد، وكنت عنده مكانه كبيره في البلاد يلزمك تقف على حقوقك يا نزيه. من بين الناس اللي كلموك فما برشا ناس، فما برشا وعود جات اللهم صل على النبي، لكن فما حاله حكيت عليها انا بيدي تفاجئت بها. اي اتصل بيا سيد الله يرحم والديه ولح عليا اني شنو اللي نخدم، قلت له محسن حظي انا هالنهارين مشيت قريت وخديت شهاده وجبت انا احسن اعداد عندي شي شهر. قال لي شنو تخدم انت؟ قلت له نخدم انا بالزرد اليدوي وكل شيء. قال لي شنو يلزمك فلوس؟ قلت له الحقيقه انا مستانسه ان ما نجيش نشرب 30 35 نخدم بها اللي تعطينا نبيعهم وفلوسهم هذوكم نعاون بهم في الكريف والمصروف ومن بعد نزيد ندخل. قال لي تكفيكش 300 250 حاجه كنا كي. انا الحق تضربت في مخي خاطر ما بالغدا ما سمعتش بيه قبل، ما عاونيش واحد هكا ما سمعتش، كل نسيت من وقت الخدمه الفلوس هذه الكل. قال لي باهي وريني الدار، وصفت له مع الاربعه ودرجين وضربت تليفوني، واذا بيا كي خرجت البار تفاجات براجل ومرته مصلي على النبي عليهم الله يبارك لهم في الصحه وفي الذريه، اصل الكهرباء نتاعهم بركه ترعب، وصلوا معايا للدار ودخل وحشمت كي دخل خاطر ودخل علينا على غفله، وليداتي يقرا وانا نخدم، تفاجئ سمع الكلام اللي سامعه وعارفه هو صحيح، حشمت باش يقعد انا على الكريسي هذاك، ومرته فضلت تقعد بحذانا تقعد وين احنا قاعدين اللوطه قاعدين على جرايه، وعينيها زغلت وانا حشمت يظهر فيها مراه حامل وهي متاثره برشا تبكي، بكيت وتحدث هو ومرته منه ومنه ومنه ومنه، ومن بعد خزر وقال لي هذا من عند خوك، وانا اي حاجه تستحقها انت والاولاد انا تطلبوني وتكلموني، وهذايا المليون صدقوني نهارين انا ولادي ما كلاموش وانا ما نقفش من بلاصتي، المليون نتذكر كنت ناخذ فيه قروض قبل باش نعطيه لاخواتي اللي دار نخدم فيها، المليون ما دخلش في يدي مصدومه صدقوني صدقوني ما دخلوش في يدي الفلوس هذوك ما دخلوش، حسوا بيا جيعانه ما نجمتش ناكل يا ناس، حسوا بيا مليون والله مليون والله. في جيبك في جيبك هو تو لاباس لاباس هو تو في جيبك، ان شاء الله يفرحك ان شاء الله يتنجم تقضي بيه قضيه لصغيرات ما تبكيناش يا عاد تو شنو نزيها، احنا جينا باش نفرحوا شو محمد ريان، انا بعد مش يضحكنا ومش يمتعنا محمد ريان وعش تلقى الكلام وفاء نمشوا بليسيتي بعد نرجعوا رجعنا لكم فيه. خلي علينا بطبيعة قبل ما نمشي محمد ريان هذايا مفاجأته لينا والكادو نتاعه لينا اليوم إلى جانب البوكي تاع النوار، سؤال الحقيقة ما بين اللي عرفتك نزيها وأنا نحب نسأله لك، كيف تعمل مرأة في الوضعية نتاعك باش تخرج وليدات نوارات هكاك اللهم صل على النبي؟ أنا نقول علاش الدولة ما فقدتش بيا، راني البلاد هزيتها الاقتصاد والله أقسم بربي أقسم بربي ناكل روحي، لكن نصرف 2000 في النهار ناكل روحي، نفطر منهم نتعشى منهم نخلي منهم فطور غدو ونخبي حوايجك في الكونجيلاتور لحمة القطوس، أقسم بربي أقسم بربي مالي أنا كيفاش ندبر في راسي، ديما نحلم نقول يا ربي الرضا والله إلا عندي مليم وأنا نخلي كريت تحتي
كي تحدي ذا امبان حتى ديما يخرجونا من الدار ديما يقولوا لنا اخرجوا ديما يقولوا لنا اخرجوا مثلا خاطر كي نفوتوا لكري الجمعه ولا حاجه ان شاء الله يسمعك الكري على الاقل يصبر عليك نحالي 40 دينار من الكري قال لي 240 200 ما نزيدكش قال لي انا بدي نخلص في داري وظهر فيه ملتزم زاد هو المره هذه والله ماني قلت لكم قال لي باش نفسخوا العقد يا خاي قلت فين باش نمشي حتى كي باش نمشي ما نعرفش قال الاستديو شفته 180 190 ما يسكنيش وما يقطر من فوق قال لي نفسخوا العقد وتخلي لي داري يبارك فيك وضمنت شكون باش يعطيني انا كي باش نضب بصراحه انا علاش فاض بيا الكاس خاطر اخرت الفاز هذه انا ما يهمنيش اش ناكل واش نشرب انا ولادنا اعطيني بركه نكن راسي عينا من التنقيل ولدي عنده امنا يطلع بني قال لي ما مش نبني لك دار خاطر عينا من التنقيل يقصد يطلع اخشيتك تكبير فوالا صحيح ماما ما عادش نجمو ما عادش نجمو علاش تحلم صغير قدامك وليد يحلم كبير صحيح انا عمري 50 سنه باش نستنى باش نعيش في دار اي كل شيء نعيش تعيش لاباس بقدره الاله دونك انت توا جاوبتني بطريقه غير مباشره كونك انت خرجت عبيد او صغيرات الله مصلي على النبي متقلقين هكاك بالصبر نتاعك دونك بالتفاؤل نتاعك ونيفا كبير بربي وايمان ايمان شكون النفس نتاعي اسمه ربي ربي الايمان عطيه لي ربي والصبر هذاك هو اللي تعلمت به انا باش نجم نوصل نزيه سمعتش الاخبار باللغه الفرنسيه كل يوم تسمع فيها في دارك قبل لما مده ما سمعتش احنا تو باش نسمعوا اكسبسيونيلمون في خلي علينا الصحفي المتالق محمد ريان مطوسي في اخبار جوهره اف ام اخبار خلي علينا باللغه الفرنسيه Le conseil fondateur a suivi ces sessions et les membres du conseil ont discuté le budget de l'État à la présence des différents ministres. Au palais de Casbah, M. Hamadi Djbeli, le premier ministre, a accueilli un groupe des investisseurs étrangers et a discuté avec eux des sujets différents en domaine d'investissement. On va maintenant à Syrie. 20 morts et des dizaines de blessés. 36 schématiques près du palais présidentiel. Au revoir, monsieur, mesdames. Au revoir. تربت شوية الله صلي على النبي هي على قضاة هي مش زوز أخبار ما هي طويلة يا أما أنت قلت لي أخبار قلت على الرئاسة قلت على رئيس الحكومة وقلت على سوريا ثلاثة أخبار كيفني قراءة الأخبار صعبة ولا سهلة؟ سهلة تعرف أنت أول قارئ أخبار في الدنيا شفته يقرأ من راسه من غير ورق والله انا وقت اللي كان هاد استدعى المعلم تاعنا قلت لنا عملوا في نطاق موديلنا عملوا نشرة اخبار احا انا في الدار طبعت نشرة الاخبار نتاع 8 نتاع الليله هذه كتبتها الكل بالورقه والستيلو بالديكسيونير فصلتها واحده واحده وبعد الليله كامله نحفظ فيها وحدي الله مسلي على بعديك بارك الله عليك الوزراء كلها وقت مقدامة تعرفوا شي سمي لك الوزراء نتاع الحكومة هذه الكل اللهم صل على النبي عليك محمد ريان نبقى بيت صح بارك الله عليك يزمي يهزوك باش يعملوا راسك عليك على خاطر قارئ الاخبار في تونس وفي العالم ماذا كان يضيع ورقه الخبر مشي يدخلوا بعضهم وعفوا ونعتذر وتاكل بعضها نشرة الاخبار بطبيعه اللي يسمعوا فينا مش يبقوا معنا ان شاء الله نص نهار في خليها علينا كالعاده عروض الشغل اللي تقدمها لكم وفاء في بوان امبلوا للناس اللي تلوج على خدمه الكل نتمنى لكم كل التوفيق ونرجع ان شاء الله بعد شويه رجعنا في خلي علينا مرحبا بكم الناس الكل وكالعادة ما زلت متواصلة جولتنا مع ضيوفنا اليوم في خلي علينا كما قلت لكم اليوم لقاء اكسبسيونيل مع مدام نزيهة رزقي ومحمد ريان مطوسي مسيو محمد ريان مطوسي طفل الرجل تبارك الله عليك محمد ريان في الروبورتاج مدام نزيهة كما بكري نحكي لك قلت لي عندك اشكال خاصة في كل ما هو انترنت وثائق دراسة متاع الاولاد. هاي ديما ولدي يروح يقول لي ماما فيس علي مش نمشي نعمل جرافير راهو عندي بحث راه ندري شنو الحقيقة نلقى صعوبة نعطيه اللي كتب مصروف نقول لي محمد ريان ماما خليه لخالته يجينا يجري نعطيه يمشي مسكين الانترنت يمشي يخدم في الحصة يجي باش يرجع يقول لي لا مانيش ماشي له الانترنت هذاك. يا ماما راهو يسالني 203 يا وليدي علاش ما قلتليش يقول يا ماما يسر عليك انت توني مش بحدي اخر
يسخفني وليدي يبقى يجري الليل يجري فك الانترنتات، واحد يقول له ما عنديش، واحد يقول له ما نعش اوزر قدامنا وفاة هذاك اورديناتور بورتابل، هذيك رامه نتاع اوراق، وهذيك كلي انترنت. نسيا وهذيك امبريمونت باش يطبع، باش خالد ما يقعدش يمشي الانترنت ويمشي وياخذ نزيها كاين نزيها تعليق. وهذوما مبلغ يرحم والديك 580 دينار هكا تسلم. هذوما من عند مستمعين نزيها باش نعطي كل ذي حق حقه. هذوما مستمعين سمعوك المره اللي فاتت، قالوا الطريقه الوحيده اللي نجم نعاونوا بها نزيها رزقي هي الحاجات هذوما، بما انه انت اكثر حاجه مقلقتك هي دراسه اولادك. دونك لورديناتور بورتابل، الاوراق، الانترنت، من توا تنجم تحطهم بطبيعه باش من توا. محمد ريان فرحان؟ ان شاء الله مبروك عليكم، ان شاء الله ربي اي ربي الله يفرحوا اللي فرح لي وليداتي، الله يفرحوا اللي فرح لي وليداتي، الله يفرحوا بصغيراته وذو بصره اللي فرح لي وليداتي. صدقوني ما عادش نجم نزيد اكثر من هكا. وصلت لمنا، نعطيهم الصحه ومشكورين جدا مستمعينا اللي تاثروا بحاله مدام نزيها الرزقي. فما ناس كلمتنا ما نجمش نتحصلوا عليهم، لا غالب وعدت زاده بمبالغ هامه، فما ناس تعذر عليهم باش يجيو المقال الاذاعه كما اللي اتصل بيك. ما نعرفش اسكو نسمح روحي نعطي رقمك اللي يكلمونا يتصلوا بيك. اوكي دونك كلمونا زاد بكري بركه مجموعه من الناس تعرفوا مع الحاله نتاعك يحبوا يكلموك. دونك هكا اذا كان جاتك مجموعه من التليفونات شارجي بالكدا تليفونك. ها انا زيح ما تصل فيه دينا مازال 400 شارجي بالضوء باش تجاوب بالكدا على الماكسيموم تاع تليفونات اليوم. يرحم والديكم يفضلك، يرحم والديك. انا نقول لك ديما كان مش مجهر فيه ما يسمعني حتى حد. صحيح انا طلقت صرخه هذه سمعتني الناس الكل، شكون اللي يسمعني؟ سمعوني الكيفي، سمعني الشعب هذا التونسي كي نلقى طول عمري. انا صحيح ما عنديش انا باش نرجع لهم، اما داين على رقبتي نرجس اختيها وكيفاش باش يرجعوه. هاكم امانه في رقبتهم باش يرجعوه، باش يخدموا هالبلاد بقلب ورب وبحقيقه يلزم يخدموها، يلزم يعطيو كيما عطات امهم صغيره وما يتعبوش وما يكلوش، ما يتعبوش وما يكلوش. شكون اللي حط لهم الفرحه في عينيهم؟ لباس نزيها الحمد لله. توا لازم تودع البكاء بقدرة الإله. دونك ضيعت الكلام بالاسمي. محمد ريان فرحانة عزيزي؟ ما نجمش نونس، ما نعرفش نونس. توا مش تمشي للدار، عندك الانترنت، عندك الأوراق، ما عادش باش تكدا، عندك الامبريمونت. مو جمليك لا كأي حاجة تحتاجها في القراية تتبعها. مشكورين جدا بالمجد، حتى اني بيدي تفاجئنا بكلنا. اي فما حالة اخرى زادة، فما تاكسيست كلمنا نحب نوصل صوت تاكسيست، نحب نحط لك ان كونتاكت انت ويا مدام نزيا، بما انك انت زادة قلت الاشكال كبير انه كيفاش ولادك يمشيو يجيو خاصة خالد، بما انه من حي رياض ويمشي والله ساعة لساعة مسكين يجي يجي يقول لي ماما وقفت الكار ونبان يجي على ساقي ويقول لي ماما نخاف، يقول لهم يجيهم بالكراه بوالديهم ويروحوا. نقول وليدي توكل على ربي يوقف المحطه مع الناس وايجا نبدا نعلم فيه كيفاش يتصرف. فما تاكسيست تعطيك تليفون اقعد عليه سلمى بعثكم، قال انا مستعد كل يوم نهز خالد ومحمد ريان المكتب وروح بيهم باهي. قال لك انا ما عندي حتى شيء، انا عندي التاكسي نتاعي. يرحم والديه، يرحم والديه يفضل وربي يخلي له صغيرات وصحه بدن ويعطي يستر ربي من بينك الله رب العجل لك الهوية هذيك ويستر كل واحد وقف معايا. سمحوني حتى ما ذكرتوش اعذروني، حسوا بيا ما نجمش ما عادش نجم. لاباس الله يخلي تونس ويخلي شعبي. وصحيح ما لقيت كان ولاد بلادي ينهضوا نهضة واحدة تفكروني قبل الناس الكل، والكل يفوت والكل يتعدى وتباس. ايوا يقعدوا لك النوارات هذوك، يقعدوا كان هاك النوارات ربي يفضلهم لك ويفضلك ويرحم والديك. هذيك اش باش نقول اختي، احنا فرحانين برشا اللي احنا الكلمات اللي جاو من الاول بدلناهم بضحكه وعجز على الكلام الفرحه. فما فرق لو عجز على الكلام الحزن ولا عجز على الكلام الفرحه. انا مخنوقه طبعا.
لا باس يا نزيه، فرحانين بالمجيد محمد ريان راهو فرحان، ان شاء الله يفرح زاده خالد. ومره اخرى الف 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 شكر للمجتمعين اللي كل مره يتفاعلوا في خلي علينا مع الحالات اللي تعداو، وما زالت مفاجأة اخرى باش تسمعوها مع حاله كمال اللي كان تذكروا سي كمال اللي ابو اسراء البنيه صغيره المريضه اللي محتاجه لكرسي. شنو صار بعد ما جاي وخذا الحقيقه مبلغ مالي هامه اكثر تقريبا 2 ملايين وشويه تلامولو من طرف المستمعين، هذا نعرفوه بعد شويه. نزيه تختم بكلمه شو تقول في الاخر؟ انا ما نجم نقول لك حتى شيء الا ربي يخلي لي ولاد بلادي ويخلي لي شعبي الكريم هذايا، ونحبكم ديما فكر واحد تهبوا هبه واحده كما قلت لكم، ما تسمعوش حتى اوامر وحتى اعازات، قادرين باش تمشيو تونس توصلوها لبر الامان. ما نطلب حتى شيء لهالبلاد كان الامن والامان، وتبقى تونس كما قال وائل حره مستقله، وربي يفضلكم. ونزيد نعاودها راني عاجزه على الشكر، ربي يفضلكم. مسحتوا دمعة وليداتي، رتحتوا خالد ديما يخمم، ما نجمش نوصف، الله غالب، هذاك هو اللي عندي باش نقولوا. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم. وزيد نشكر مرة أخرى جوهرة أفام، مع الحقيقة أنا راسلت قبل حبيت نتصل بمؤسسات أخرى، توا نعيطولك توا نكلموك، ما سمعني حد، ما سمعني حد. يرحم والديكم وبارك الله فيكم، يعيش حالكم نزيها، بارك الله فيك. محمد ريان فيسا فيسا اش تقول كلمه في الاخر؟ والله نسمح الازدهار البلاد هذه اللي سادتنا، وانا علاش نخدم ونقرا وباش نطلع، ما هو باش نهز بلادي، باش نهز بلادي اللي سادتني. غفور محمد ريان، اللهم صل على النبي عليك. دونك هكا ما توفيش لقائنا اكيد مدام نزيه، باش نقعدوا على اتصال بيك على اتصال مع الصغيرات، ونتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله المره الجايه يشرفونا كالعاده ويكونوا متالقين متميزين في الدراسه نتاعهم. مازال معكم في خليها علينا جوهره افريقيا، نفس حريه.